قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، معناته كل ما أنزله الله تعالى بين واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني الأطاب تعرف الحلال والحرام، إذا سرقت اللحمة من بيتك وأنت مو موجود تأخذ اللحمات وبتهرب فيهم، وإذا أنت طعميت اللحمات تقعد جنبك هيك تتمسح فيك، لأنه بتعرف هدول اللحمات اللي أنت أعطيتها إياهم مال حلال، بس اللي سرقتهم بغيابك مال حرام، فبتأخذهم وبتهرب فيهم. الحلال بين والحرام بين. مرات بيجي إنسان هو من نفسه يعني هو بيقول أنا في مسألة فلانية بدي أعرف إنه حلال لما حرام، والله قلبي مو مرتاح، يعني يشعر في داخله بأن شيئا ليس طبيعيا في هذه المسألة. نسأل الله السلامة. الشاب اللي عم يمشي هو وبنت وما في أي عقد رسمي بيناتهم، ما بيقدر يمشي قدام بيت أهلها ولا قدام بيت أهله. ليش؟ لأنه يعرف بأنه مرتكب لحرام، وهي تعرف أنها مرتكبة لحرام، لذلك بيروحوا بيتخبوا بمكان هيك مخفي. أما اللي ماشي هو وزوجته، ماشي هو ومن عقد عليها العقد، بيجي بعد الدرس بيمشوا مع بعض بنصف الطريق، ما في عنده أي حرج، هذه زوجتي، هذه عقدت عليها، هذا زوجي، هذا حلال هذا حرام. يلي بيشتري قنينة عصير بيحملها هيك وبيشربها أمام كل الناس، وبعيد من هون يلي بيجيب قنينة هذا المحرمات لاقي بيحطها بكيس وبيحطها بشيء يخفيها حتى لا تظهر. يلي بيسرق يلي بيرتشى بيخبي هذه الرشوة. أما اللي بيبيعه بيشتري أمام الناس، طالع هالمصاري عد لنشوف 10,000 5,000 بدي منه 5,000. فما أنزله الله تعالى بين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وما أنزله الله تعالى هدى، الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن ليهدينا. لأنه يا أخوان والله اللي ما بيمشي بدرب الله، ما بيمشي بأوامر الله، أقسم بالله سيضيع، سيضيع في الدنيا ويضيع في الآخرة. وأنتم بتعرفوا أناس من أقاربكم من أرحامكم كانوا بعيدين عن درب الله، وبلغ بهم العمر 20 أو 30 أو 40، شعروا بالضياع، فلما علموا ما أمر الله من البينات صاروا يبكون على الضياع الذي ضاعوه، إنه أنا شو بدي ساوي هلأ مشان أمشي في طريق الهدى. أما أنت لما الله أكرمك بالهداية، لما أكرمك بالالتزام، صار الهداية والالتزام بين وواضح لك.